عادت الفنانة غادة عادل من لندن وبدأت في قراءة أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي، كما اتفقت على عدة جلسات تصوير لتختار منها أغلفة المجلات في السنة الجديدة. كانت غادة قد سافرت إلى لندن بصحبة أولادها وزوجها في الفتحة الماضية، أن ابنها محمد يدرس انتهت من مشاهدها في مسلسل المؤجر رمضان الماضي مع المخرج الكاتب. هو كان يقولك اللي انا عاملاه؟ لكن انا شاطره.